مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة، والتي بإذن الله سنتطرق فيها إلى موضوع جديد لزيت جديد بفوائده المتعددة. وحلقتنا اليوم كنتمنى تنال رضاكم والاستحسان ديالكم، وما تنسوش تعملوا ابوني، وإلى بقي ما عملتيش وجيم باش بهكذا نقدروا اعزائي واحبائي المتتبعين نستمروا في القناة ديالنا ونعطيكم فوائد اكثر واحسن باذن الله. اذا يلا بنا نتطرقوا لزيت الحلقه اللي في الحلقه ديال اليوم، نذكروا قلنا بعض الفوائد ديالو. حلقتنا اليوم غنتحدثوا على زيت الحبة السوداء او ما يعرف بالكومان بلاك سيد اويل نيجي لون فرونسي. اولا نعرفوا بالحبة السوداء وبعد ذلك باذن الله نتطرقوا لفوائد ديال هذا الزيت. الحبة السوداء او لها اسم اخر كتسمى بالكشمش الاسود عند أهل المشارق، وهي عبارة عن نتاج ديال النبات اللي المزهرة لحبة البركة. كتستخدم لحبة البركة أو زيت الحبة السوداء في العلاج البديل، حيث أنها من أكثر الأعشاب في العالم اللي كتستخدم لهذا الغرض كي تستخرج منها الزيت، واللي هو هذا الزيت زيت الحبة السوداء اللي كيتصنف بالفوائد العلاجية ديالو، لأنه كيحتوي على عدة فيتامينات منها فيتامين A وفيتامين C وD. وغادي نلقيو اليوم في هذا الفيديو الضوء على بعض الفوائد ديال هذا الزيت. من الفوائد ديال هذا الزيت احتوائه على مواد كيميائية كتعمل على مضادات الأكسدة القوية في مواجهة السرطان، خصوصا سرطان البنكرياس. كيعمل كذلك على تخفيف الأمراض التحسسية مثل التهاب الأنف التحسسي، حيث كيخفف الأعراض ديال سيلة الأنف، حكة الأعين، التهاب الحلق. كيعمل كذلك على تخفيف أعراض مرض الربو والالتهاب الجلد تي بي، أو تقوية مناعة الجسم. كيقوم كذلك هذا الزيت بتعزيز صحة الكبد والعمل ديالو، حيث أنه كيحمي من الإصابة بتلف الكبد اللي كيمكن يكون مرض مزمن وخطير. علاج كذلك فعال إذا تم التناول ديالو في تقليل نسبة محيط الخصر ومعدل الدهون الثلاثية. كيحسن نسبة مستوى الكوليسترول في الجسم، كذلك كيقوم على تحسين مستوى السكر في الدم، تحسين الذاكرة من خلال تحسين عمل خلايا دماغية، علاج ارتفاع الدم كذلك، حيث أنه تناول 100 إلى 200 ميليغرام من بذور السوداء مرتين في اليوم لمدة لا تقل عن 8 أسابيع كتؤدي إلى انخفاض كبير جدا إلى ضغط الدم. كذلك هذا الزيت من الفوائد ديالو انه كيعالج المشكل ديال تساقط ديال الشعر وعلاج مشكله القشره والصلع من خلال خلطه مع عصر الليمون، يعني خلط قطرات من هذا الزيت اللي هو زيت حبه السوداء مع عصير الليمون، وتركوه على الشعر لمده لا تزيد على 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بشكل طبيعي. كما يجب الانتظام بطبيعة الحال سيدتي على هذه الطريقة هذه لمدة 5 أسابيع. كيعالج كذلك علاج احتقان الصدر، وذلك بأخذ قطرات من هذا الزيت ودهنه على مستوى الصدر، حيث كيعطي مفعول للشعب الهوائية. كذلك كيعطي مفعول أقوى عند شربه أو عند خلط قطرات من
حبة البركة مع العسل. شرب زيت الحبة السوداء كيعمل على حماية الجسم من الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحمي من حصول التجاعيد. كيساعد زيت الحبة السوداء سيدتي على تسكين ألم الحيض، ألم التي كتحدث كذلك بعد الولادة، حيث أنه كيقوم بأنه كيخلص الرحم من الدم الفاسد، وذلك عن شرب كمية لا بأس بها ومناسبة. هذا كل ما جاء في حلقتنا اليوم حول بعض الفوائد الحبة السوداء. كنتمنى تكون راقتكم، وشكرا لكم على التتبع، وإلى اللقاء في فرصة قادمة وفي حلقة جديدة بإذن الله.